ماماتي شو هذا الكتاب؟ هذه قصة الشيخ زايد الله يرحمه. تبين اقرا لك شوي؟ هي ان شاء الله. تعالي. كان يا مكان في زمن قريب واحلى زمان، انولد في بلادنا طفل جميل، يوم مولده كان خير على كل الامارات. تعلم وحفظ القرآن وكبر، وأخذ من الصحراء قوة الشخصية والبصيرة والحكمة. كان عنده طموح يخدم شعبه ويقدم لهم أكثر مما يتمنون. حفر الأفلاج وزرع الشجر وبنى الإنسان والعمران بالعلم والإيمان، ووحد بلاده حتى أصبحت بلاده منارة لكل الأمم. لكن الغرس الحقيقي كان في أبناء شعبه، لأنهم سايرين يكملون على طريقه ويحققون أحلامه اللي ما تنتهي أبداً، وزرع التسامح بينهم علشان شعبه ينشرونه في كل أرجاء الأرض. زايد علمهم وعلى خطاه هم يكملون المسير.